كابتن عادل، يمكن النادي النصر قلنا بين الشوطين ما كانش ليه وجود الهجومي في الشق الهجومي الشوط الاولاني، ولكن كابتن علاء قال حاجه، قال ان كان في بعض الفرديه الشوط الاولاني من لعيبه النادي الاهلي، كان في اهداف ضايعه من النادي الاهلي كان ممكن ينهي الماتش في الشوط الاولاني، ما دخلش الفرقه معاك. فالمفروض الشوط الثاني، انا لما بكون لعيب مش راضي عن نفسي الشوط الاول او ادائي ما كانش كويس الشوط الاول، بنزل بحاول الشوط الثاني ابقى احسن من الشوط الاولاني، ولكن اللي حصل العكس النهارده. خلينا نسمي الحاجه بمسميات الطبيعيه. ماشي. مباراه كاس بتعني ثلاث حاجات، عند المدرب وعند اللاعب وعند النادي. تعالى نتكلم عن النادي الاول. النادي عاوز يخرج عن اي مفاجآت وعاوز يتخطى ويروح للدور اللي بعده. ماشي. المدرب بيبقى عنده هدفين، يكسب ويتخطى وفي نفس الوقت يجهز لاعبين لمباريات قادمه. ماشي. اللاعب نفسه بقى عنده هدف واحد، انه ما كانش بيلعب فهو عاوز يلعب كويس علشان يقول للمدرب ان انا ما اقعدش واحجز مكان مع الناس الاساسيين. استحق. مظبوط. احنا الثلاث اشياء اللي احنا بنتكلم عليهم ده هي دي مباريات الكؤوس، مع تحدي اخر اللي هو كل سنه وانتم طيبين رمضان، ده تحدي تاني في حته الشغل في مباريات الصيام. خلي بالك انت في بدايه مباريات صيام فيها شغل كتير قوي للمدرب، ممكن يكون في مدرب بيشتغل عليها كويس قوي وفي مدرب بيشتغل عليها مش كويس. ليه؟ الحاجه المهمه انك انت في التغذيه بتاعتك والشغل بتاعك، فبينزل اللعيبه ممكن ده تاني يوم في رمضان ممكن ما يكونش اللعيبه استوعبت حته الانرجي والحاجات اللي بتتاخد لرمضان وشغل المباريات اللي بعد الفطار، ودي حاجه مهمه جدا. أيه. ودي مدرسه كبيره وده علم كبير يا كابتن في التدريب. صحيح. لازم الناس تبقى عارفينه. وكمان عاوز اقول لك حاجه، اول 10 ايام في رمضان غير ال 20 يوم غير ال 30 يوم ليها شغل اخر. فعلشان كده اللي عاوزين نتكلم فيه ان النادي الاهلي النهارده الثلاث اشياء اللي اشتغل عليها كنادي وكمدرب وكلاعبين، مبروك ان كل واحد كسب فيهم وتخطى بغض النظر عن الاداء بتاع اللاعبين. تعالى نتكلم على اداء لعيبه، اللعيبه ادائها فردي. لازم تعرف انه اكتر من لاعب النهارده المفترض ان هو بيقدم نفسه، في واحد اتعور اكرم توفيق، واكرم توفيق يعتبر من اللعيبه اللي هو بيستخدمهم موسيماني كويس قوي، ممكن بيديله يعني ما يبقاش لعيب احتياطي بعيد عن اللعب. برضو عندك طاهر، محمد طاهر من اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي وبيشتغل كويس، انت عاوز تديله ثقه مباريات ونفس مباريات وشغل مباريات زي بواليا زي كهربا. انت بتتكلم على الجزء الثاني، لكن الجزء الاولاني في المباراه افتكر ان مثلا حاجه زي اللعيب الباك ليفت اللي لسه بادي اول مباراه ليه اللي هو كوكا، اول مباراه ليه، فاعتبر ان يعني انا بعتبره نجاح. لانك انت بتقدم لاعب ولكن لسه بس الحكم صعب عليه، لا ما نحكمش عليه. ما هو مفيش حكم يا كابتن في الحته بتاعت الاهداف اللي انا بكلمك عليها، التلات اهداف دي. أي. لكن في اخر الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه ودي حاجه مهمه جدا، المكسب النهارده بتاع النادي الاهلي خلاك تبعد عن الحته اللي هي ايه المفاجاه. أي. اللي هي الكؤوس بتتلعب ومش عايز اداء، انت بتتخطى الدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع، الا لما بتلعب بقى فرق في نفس مستواك، مع احترامي فعلا لفرقه النصر اقل منك كتير، ولكن النادي الاهلي النهارده تخطى الفرقه، تخطاها بشكل عاوز اقول لك موسيماني ممكن يكون هو اللي هيبقى سعيد بيه ولا مش سعيد بيه، هو اللي هيشتغل عليه، هو اهدافه اللي حاططها وصل لها ولا ما وصلهاش هو ده اللي عارفها. لكن احنا بنتكلم كمحللين، انا شايف انه مباراه كاس فده الطبيعي ان بيبقى في المستوى ده يعني.